أهلا وسهلا فيكم رفقاتنا لهالفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية. بهذا الفيديو رفقاتنا رح نحل معظم مشاكل البلوتوث من إرسال وتلقي، بالإضافة رح نقوم بالتعلم على طريقة إرسال ملفات من الجوال للكمبيوتر ومن الكمبيوتر للجوال عن طريق البلوتوث. بالبداية رفقاتي بتمنى منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وإذا كان عندك أي سؤال اترك لي إياه بالتعليقات أسفل الفيديو، ورجاء إذا استفدت من هذا الفيديو يا ريت تشاركوا على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا أصدقائي أنا هلأ رح قوم بعدة خطوات، يا ريت أنت كمان تتبعها معي، وكل ما ساويت أنا خطوة جرب طبقها عندك، ممكن أحد هي الخطوات تحل لك مشكلتك. وإذا طبقت جميع الخطوات اللي هلأ أنا عم بحكي عليها وما استفدت شيء، معناته أنت بحاجة لتوصيل أدابتر بلوتوث خارجي، لأنه البلوتوث اللي عندك باللابتوب قد يكون مضروب أو فيه مشكلة. إذا أصدقائي بداية، اللابتوبات القديمة كان في إلها زر بلوتوث من على الخارج، إذا زر هاردوير قطعة خارجية يجب تفعيلها يدويا بإيدك. طبعا هذا الشيء كان باللابتوبات القديمة، أما باللابتوبات الحديثة فألغي هذا الشيء، وإن وجد ممكن تلاقيه موجود على الأزرار من عند F1 لعند F12، وممكن تفعيله عن طريق الزر FN مع F3 أو F5 أو F6 حسب مو مرسوم عندك على الكمبيوتر، أو بدون FN لأنه أحيانا بيكون التعريف معكوس. هي أول خطوة. الخطوة الثانية، تأكد من تعريف البلوتوث عندك، وخاصة إذا كان على ويندوز 10، عن طريق الزر اليميني على جهاز الكمبيوتر ومن ثم منج الإدارة. بعد ما ننتقل للإدارة رح ننتقل لعند إدارة الأجهزة ديفايس مانجر. منلاحظ في عندي شغلة اسمها بلوتوث، باخذ هدول كلياتهم، واهم شيء هو البلوتوث الاساسي، وبقول له ابديت درايفر، تحديث التعريف، ومن ثم سيرش اوتوماتيكلي، انه يبحث اوتوماتيك عن تعريف لهذا البلوتوث اللي عندي، وانا متصل بالانترنت اكيد لا تنسى، بقول له دور على تعريف جديد. إذا لقى تعريف جديد يا سلام أموري بخير، وإن ما لقى تعريف جديد معناته البلوتوث اللي عندي محدث لأحدث تعريف له على هذا الكمبيوتر. ما لقى، إذا أنا محدثه لأحدث تعريف. طيب بعد منها شو بساوي؟ في عندي الخيار التالي اللي هو بروح على رمز البلوتوث وزر يميني عليه، ومن ثم Open Setting فتح الإعدادات، بنتقل عند مور بلوتوث اوبشن مزيد من اعدادات البلوتوث، وبفعل هذا الخيار انه اللو بلوتوث ديفايسز تو فايند ذس بي سي، انه جميع الاجهزه تشوف هذا الكمبيوتر، انه يكون مرئي لجميع الاجهزه. في عندي خيار كوم بورتس كذلك الامر، بعمل اد ومن ثم اوكي، بتلاحظ انه من تلقاء نفسه عمل بورت لمشاهدة الأجهزة أو الاتصال بالأجهزة، وبعمل له موافق. تمام رفقاتنا؟ طيب انتهينا من هي الخطوة. في عندي خطوة إضافية اللي هي عن طريق الويندوز وآر الأمر رن. الأمر رن بكتب بقلبه هذا الأمر services.msc، وبقول له موافق. في عندي هون خيار اسمه بلوتوث سبورت سيرفيس، بضرب عليه ضربتين متتاليتين، وبيكون هذا الخيار بحالة مانوال، أنا رح حطه بحالة أوتوماتيك، وبعمل ستوب وبعمل يس، بعمل أبلاي. بعد ما بخلص بنتقل لعند لوج أون، هي الباسورد اللي عندي اياها بمحيها كلها، ونفس الشيء هون كمان بمحيها كلها، وبقول له ابلاي كمان تطبيق. برجع لعند جنرال وبقول له ستارت، وبقول له اوكي. هلا هيك انتهيت من هي الخطوه. عندي خطوه كذلك الامر رح ساويها، اللي هي زر يميني على رمز الشبكه هون، Open Network فتح مركز الشبكة والمشاركة، ومن ثم Sharing Option خيارات المشاركة، وممكن تكون عندك هون بالويندوز 7. عندي هدول الخيارات رفقاتي كلهم بفعلهم وبحطهم بحالة On، Turn On، Turn On، كل شيء Turn On.
بنتقل لتحت كذلك الأمر، بنتقل لآخر خيار واللي بقلبه خيار بيهمني كتير اللي هو Enable File Sharing Devices Use 40 ل 56 بت Encryption بالتشفير هاد. إذا بدي فعل هذا الخيار لأنه ينقل أقل تشفير ممكن، ما يستخدم تشفيرات عالية واللي هي مكتوبة مستحسن، معلش خليها بأدنى تشفير ممكن لنقل الملفات. بالإضافة رح أعمل Turn off password بهذا المكان وبعمل سيف، وبعد ما بخلص بدي اعمل ريستارت للكمبيوتر. انتبه انا بحاجة لإعادة تشغيل. بعد ما عملت هالخيارات كلياتها خلاص انتهى الموضوع، هلأ صار لازم ارسل ملفات للموبايل. طيب رفقاتنا هي الموبايل بين ايدي، وبنتقل لعند البلوتوث، وبالبلوتوث بتأكد انه مفعل البلوتوث تماما. ومن هالثلاث نقاط اذا كان الاندرويد عندي قديم شوي بدي اتأكد انه ما عندي مهلة رؤية وخلي مهلة الرؤية طويلة. طيب اذا عندي هالملف هاد والبلوتوث شغال عندي واموري بخير وحدثت البلوتوث، بعمل زر يميني عليه ومن ثم send to bluetooth device. بلاحظ طالع لي الموبايل اللي عندي، انا هلا مالي مقترن فيه للكمبيوتر، رح اقول له التالي. لاحظ هل تريد الاقتران بديسكتوب باسم هذا الكمبيوتر؟ نعم موافق. بنتظر شوي لانه قد ما يقترن، وهون في عندي امر بدي ساوي. بلاحظ انه فشل الاقتران وطالع لي هي الرسالة اللي اسمها Bluetooth File Transfer Not Completed واللي هي المشكلة عندي اياها. طيب كيف بدي حل هي المشكلة؟ رح اعمل Cancel ورح اضغط على البلوتوث نفسه عندي هون على الموبايل، دوري اقترن بدون ما ارسل ملفات، من الموبايل رح اقترن هالمرة. بعمل اقتران من الجوال بالكمبيوتر وهي اسمه طالع عندي هون. لاحظ عطاني طلب الاقتران، هذا مفتاح المرور وعندي هون على الكمبيوتر add device. نضغط عليها، لاحظ عطاني نفس الرقم اللي طالع عندي هون، بقول له yes، وعندي على الموبايل بعمل yes. لاحظ connected succeed انه تم الاتصال بنجاح. تمام هلأ اقترن الموبايل مع الكمبيوتر، منسكر كل شيء عنا هون، وهلأ من أرسل ملف هال txt الملف النصي اللي بين إيدي، وبعمل send to bluetooth هاي الموبايل عندي، كذلك الأمر bluetooth transfer not completed. طبعا أصدقائي أنا حاولت عدة محاولات لأنه أرسل هالملف، صغرت حجمه، صغرت الاسم تبعه، ولكن لم يتم إرساله لا هو ولا ملف المستند الوورد كذلك الأمر. طب شو بدي ساوي بهي الحالة؟ في إلها حل ظريف وخفيف ولطيف. زر يميني على الملف ومن ثم send to compressed zip folder أنه تساوي هذا الملف مضغوط، صار مضغوط وفيك تسميه الاسم اللي بدك اياه، وبتعمل زر يميني انتبه وسند تو عن طريق البلوتوث الجوال تبعي ليكو. لاحظ تم ارساله بحالة انه هو مضغوط وتم استلام الملف، ومجرد فتحته رح اقول له فتح بملفاتي، وهذا هو المستند النصي تم إرساله، لأنه الموبايلات الحديثة كذلك الأمر بتفتح الملفات المضغوطة اللي بصيغة زيب. تمام رفقاتنا هي تم إرسال الملف. طيب رح جرب صورة، هل هي بحاجة لضغط الصورة؟ send to bluetooth، نختار الموبايل، نعم قبول. إذا الصورة ما لها بحاجة لضغط. إذا ملاحظة مهمة جدا رفقاتنا، ملاحظة مهمة جدا، أي ملف يتعذر إرساله عن طريق اللابتوب للجوال نصيحة قم بهي الحركة اللي هي ضغط الملف، إما عن طريق ملف الوينرار أو ملف الزيب، ويفضل الزيب لأنه صيغة الزيب تفتح على ملفات الأندرويد بدون أي برامج إضافية.
تمام. طيب ونفس الشيء بالنسبة لملفات الوورد، صراحة ملفات الوورد لاحظت انه هي بحاجة لضغط، بحاجة لضغط. طيب هلا العكس، انا بدي ارسل ملف من عندي من جهاز الموبايل للكمبيوتر، شو بدي ساوي؟ اللي هو بدي ساوي على الشكل التالي، بنتقل للملفات، ومن داخل الملفات هي وحدة تخزين الجهاز، بدي ارسل هالصورة مثلا. كل ما علي انه على رمز البلوتوث بالبدايه بدي اعمل زر يميني، وفي شغله اسمها ريسيف فايل، استقبال ملف، بضغط عليها بهذا الشكل. بعدين على الجوال، على الجوال بضغط ضغطه طويله على الصوره اللي بدي ارسلها، وبقول له مشاركه، وداخل مشاركه راح اقول له من مشاركة رح قل له شارك لي اياها عن طريق البلوتوث. لا تنسى اني انا عامل ريسيف فايل، وبختار الموبايل، عفوا بختار الكمبيوتر. ولاحظ تم الارسال. اذا ملاحظة مهمة جدا صديقي، بدك تكون عامل ريسيف فايل تمام قبل ما ترسل الملف من الجوال. بالبراوز بتقول له بدي احفظ على سطح المكتب مثلا، اوكي فينيش. لاحظ انه الصورة صارت عندي هون على سطح المكتب. تمام رفقاتنا، شكرا لمتابعتكم اصدقائي، والى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية.